عندنا سؤال بيقول وضح بالرسم، استاذ امل هترسم لنا في دقيقه واحده تركيب الحيوان المنوي. تركيب الحيوان المنوي هنا مهم جدا كرسم، وانتم عارفين مكوناته الاساسيه اللي هي راس عنق قطع وسطى وذيل. الراس انتم عارفين مشتملاته اللي هي بيبقى ليه جسم قمي وليه نواه. استاذ امل بترسموا لينا جسم قمي ونواه، وبعدين في بعد كده بيبقى فيه عنق، العنق زي ما انتم عارفين بيبقوا فيه السنتريولين، وبعدين قطع وسطى بتبقى فيها ميتوكوندريا، وينتهي طبعا بذيل طويل عشان يساعده على الحركه. انا رسمت الجزء تمام. بتاع ده الراس، ايوه، والمنطقه دي اللي هي العنق، وهنحط هنا القطعه الوسطى عشان نحط فيها الميتوكوندريا، ده في القطعه الوسطى. الراس بيكون عباره عن اتنين، في عندي جسم قمي او الاكروسوم اللي بينتج الهيالورونيز، وفي عندي النواه اللي فيها نصف المجموعه الصبغيه، والعنق في السنتريولان، او لو قلنا الجسم المركزي ما فيش مشاكل سنتريولان، ودي منطقه القطعه الوسطى اللي هتحتوي على الميتوكوندريا اللي بيكسب الحيوان المنوي الطاقه في رحلته، وعندي ده محور الذيل والقطعه الذيليه. بس حتى طيب. لو ما ذكرش القطعه الذيليه برضه مفيش مشكله، على اعتبار انها بنرسم دايما ونكتب نفس البيانات اللي موجوده في كتاب الوزاره، اللي احنا دايما هو المبدا اللي احنا ماشيين عليه والدستور اللي احنا كلنا هنمتحن في اخر السنه.